وللمزيد ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، رغم المحاولات السياسية من أجل التهدئة، إلا أن الاحتلال في الساعات الماضية يكثف من ضرباته على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. ما آخر التطورات؟ تحية لك أحمد. يعني إذا ما تحدثنا عن أعداد الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة خلال هذا اليوم، نحن نتحدث عن ما يزيد عن 62 شهيدا في مختلف أنحاء هذا القطاع في غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على مدينة غزة الوسطى، المحافظة خان يونس، وكذلك رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. من هؤلاء الشهداء وصل إلى هذا المستشفى ما يزيد عن 23 شهيدا خلال غارات مكثفة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة حمد الواقعة في شمال غرب هذه المحافظة، بالإضافة إلى القصف المدفعي المتواصل باتجاه منطقة عبسان والقرارة في المنطقة الشرقية لهذه المدينة، واتباع الاحتلال الإسرائيلي لسياسة تفخيخ المربعات السكنية ومن ثم تفجيرها. وفي أيضا من أعداد هؤلاء الشهداء تم انتشالهم من مدينة رفح التي تشهد قصفا عنيفا ومتواصلا من المدفعية الإسرائيلية في المناطق الشرقية لرفح، وتوغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في وسط هذه المدينة. أيضا إذا ما تحدثنا عن المجازر التي ارتكبت منذ ساعة ظهيرة هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، نتحدث عن ثلاث مجازر رئيسية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أول هذه المجازر كانت بحق مدرسة تأوي آلاف النازحين الفلسطينيين في منطقة مدينة غزة، وهي هذه المدرسة راح ضحية هذا القصف باتجاهها 12 شهيدا والعشرات من المصابين، معظمهم من النساء والأطفال الذين يعيشون في داخل هذه المدرسة التي تعمل ك يعني مركزا للإيواء في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع. أيضا سقط 9 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سوقا شعبيا في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء هؤلاء الشهداء 9. معظم هؤلاء الشهداء هم أيضا من الأطفال الذين كانوا في هذا السوق يتواجدون حينما باغتته الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف بشكل مباشر. أيضا 5 شهداء سقطوا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس حينما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية نقطة لشحن الهواتف المحمولة في تلك المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين الذين وصلوا إلى هذا المستشفى لتلقي العلاج. أيضا إذا ما تحدثنا عن القصف المدفعي المتواصل الذي يطال كل المنطقة الشرقية للقطاع، يتركز في المناطق الشرقية لمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، كذلك الحال في المنطقة الشرقية لهذه المدينة، مدينة خان يونس في جنوب القطاع، أيضا المحافظة الوسطى شرق مدينة دير البلح، وكذلك شرق مخيم البريج والأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى، منطقة المغراقة وجحر الديك ومدينة الزهراء، إضافة أيضا إلى القصف الذي يتركز على حي الزيتون وحي الصبرة في المنطقة الشرقية الجنوبية لمدينة غزة. كذلك قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها بشكل مباشر باتجاه المناطق الساحلية للقطاع، تحديدا بالمناطق الغربية لمدينة خان يونس، حيث منطقة المواصل التي يتحدث الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة باغتتها هذه الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النيران والقذائف بشكل مباشر باتجاه الشريط الساحلي، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الذين يتواجدون في داخل هذه المنطقة الآمنة، والتي يتحدث الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة كما يدعي في قطاع غزة. بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من خان يونس، شكرا لك.